حياكم الله مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة بأهم العناوين. البناء يتهم رئيس الجمهورية بخرق الدستور، والبرلمان يؤكد أسبوع أمامه لسحب الاستقالة. الكتل الكردستانية تتهم الأحزاب الكبيرة بإهان الشعب وتطالب بتعديل قانون الانتخابات. زخم التظاهرات في بغداد يتجدد، وقطع للطرق في مدن الجنوب مع استمرار الإضراب. ولجنة الأمن والدفاع تثمن جهود الخنجر في إلغاء التصاريح الأمنية للمحافظات المحررة. حياكم الله مجددا. اتهم تحالف البناء رئيس الجمهورية برهم صالح بخرق الدستور، مطالبا البرلمان بمسألته قانونيا لحنثه في اليمين الدستورية. وقال التحالف في بيان له أنه قدم الأدلة الثبوتية لخرق صالح للدستور بعد عدم تكليف مرشح الكتلة الأكبر أسعد العيداني لمنصب رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، مؤكدا أن دفع البلاد إلى الفوضى لا يخدم إلا المصالح الخارجية التي لا تريد الخير للعراق وشعبه. هذا وكانت رئاسة البرلمان قد أكدت أن رسالة صالح إلى البرلمان ستعد استقالة إذا لم يسحبها خلال أسبوع واحد. إلى ذلك أكد محللون سياسيون أن رئيس الجمهورية برهم صالح خرق الدستور بعدم تكليفه لمرشح الكتلة الأكبر لمنصب رئيس الوزراء، وبيّنوا أن هنالك بوادر انفراج في حل الأزمة السياسية الحالية التي تشهدها البلاد. حفاظ على الدستور وتطبيق الدستور، اليوم يجي يخرق الدستور وفق المادة 76، يجب أن يتسلم رئيس الجمهورية مرشح رئاسة الوزراء من الكتلة الأكبر، وليس لديه من الصلاحية ما يؤهله أن يرشح بعينه هو بذاته، هو يكلف من ترشحه، ولذلك المادة 76 صريحة تقول يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر، أي جاء الترشيح من غيره. الوضع السياسي الآن بدأ يتجه إلى الحل، يعني في فترة لا حل كان هناك نوع من الهستيريا، هستيريا التفتيش عن الحل، هستيريا في الشارع، هستيريا بالحكومة، هستيريا في النواب، هستيريا في مقر رئاسة الجمهورية، وأيضا في نفس الوقت كان هناك نوع من الضبابية في مسألة التوصل إلى حل هذه العقدة. اليوم عندنا يعني خطاب المرجعية في مسألة الانتخابات المبكرة وإرسال السيد برهم صالح رئيس الجمهورية إلى المحكمة الاتحادية للسؤال عن الكتلة الأكبر. أتصور إحنا وضعنا أقدامنا على بداية الحل. تباينت آراء الشارع العراقي بعد تلويح رئيس الجمهورية برهم صالح بتقديم استقالته بين مؤيد ورافض. أكد المتظاهرون في ساحة التحرير أن استعداد صالح لتقديمه الاستقالة يعكس مدى ضغط الأحزاب والقوى السياسية عليه، فيما أشار آخرون إلى أن هذه المرحلة مفصلية ولا تسمح باستقالة الرئيس. رسالتي توجيه الى السيد برهم صالح كمتظاهر شخ عن نفسي، يعني ما لي شغله بالمتظاهرين باقي ماشي، اقول له ما يصير القائد يعوش شعبه بنص المعركه، اقول له اما ان تنقل شعبك من هاي المعركه يذكرك التاريخ بخير، واذا عفي شعبك بنص هاي المعركه انه التاريخ راح يلعنك. يعني انت احضر ساحه التظاهر واجمع المتظاهرين واشوف ارائهم، يجوز بيهم واحد يعني يقدر يقود البلد،
يعني هو السياسي بس الوحيد اللي يقدر يقود البلد؟ اكو هنا عباقره، ناس عباقره على ما ذره هنا. اخي هو رئيس جمهوريه، رئيس جمهوريه، ليش عاد هو عند اليمين؟ مو كانه رئيس جمهوريه حافظ على الشعب العراقي وعلى اراضيه؟ بالتاكيد هنالك اسباب مهمه لاستقاله برهم صالح. اولا هي ضغط الاحزاب، والله هنا احنا اكثر شيء مرحبت بالموضوع الاستقاله باعتبار انه جاءت من ضمن مضامين مطالب ساحه التحرير وكل الساحات، رغم هنالك البعض يقول لا اكو عنده قصور والبعض يقول لا ما عنده قصور، التعبير بالاراء لا اكثر ولا اقل، بس هنالك ضغط عليه يردون يفرضون عليه شخص ما راضي به، لا المرجعيه ترضي به ولا ساحات التظاهر والعراق عام ما راضي به. فانا اوصل رسالتي او صوتي اليه، اقول له انت وين الشعب؟ الشعب وياك، اطلع ارقي بيان، قول يا اخوان يا المتظاهرين اعطوني واحد من يمكم مرشح احشيها يعني بالقلم العريض. حول هذا الموضوع ينضم الينا المحلل السياسي فيصل ريكان. مرحبا بك استاذ فيصل. بدايه، هل فعلا خرق رئيس الجمهورية برهم صالح عبر تقديم استقالته للبرلمان، هل فعلا خرق الدستور أم أنه لم يستجب بالأحرى لما طلبته منه القوى السياسية بتقديم مرشح وبالتالي رفضه واستجاب للجماهير؟ طبعا بداية تحية لك سيدي العزيز، حياك الله. وبدي التصحيح، أولا أنا الخبير القانوني فيصل، حياك الله. حياك الله. الحقيقة حياك الله أستاذ. الحقيقة هذا الموضوع الآن يجرنا إلى سؤال قبل أن أجيبك على هذا التساؤل. نعم تفضل. أولا، لم يقدم رئيس الجمهورية السيد برهم صالح لحد الآن لم يقدم استقالة رسمية، يعني لم، لكنه لوح بالاستقالة. أنا لا أفهم كيف يمكن اعتماد هذه الرسالة كاستقالة، وما هو السند القانوني الذي كان ممكن أن يعتمد في هذا الموضوع لاعتبارها استقالة؟ لذلك هي تلويح بالاستقالة، لم تكن استقالة الحقيقة. هذا أولا. ثانيا، يجب أن ننظر إلى الواقع العراقي الآن، هل يتحمل استقالة رئيس الجمهورية إذا ما مضى السيد برهم صالح في موضوع استقالته، وأن منصب رئيس الوزراء يشهد خلو منذ فترة طويلة؟ أما بموضوع ترشيح الكتلة الأكبر أو ممثل الكتلة الأكبر استنادا إلى المادة 76، الحقيقة الدستور يتحدث عن الكتلة الأكبر، ونحن شهدنا منذ اليوم الأول لاستقالة السيد رئيس الوزراء لحد الآن هنالك خلاف من هي الكتلة الأكبر، إلى أن قدمت كتلة البناء مرشحها في أكثر من مرشح الحقيقة، وآخرهم كان مرشح قبل أيام معدودة أمام السيد رئيس الجمهورية. المادة 76 تتحدث أن يقدم أو يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر. طيب، خلال هذه الفترة التي تجاوزت المدة القانونية لم يستطع في بدايتها وفي نهاية هذه المدة القانونية رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، تحديد من هي الكتلة الأكبر. ونحن تحدثنا منذ البداية وكنا نتمنى على السيد رئيس الجمهورية أن يستغل الوقت منذ بدايته والذهاب إلى المحكمة الاتحادية أو إلى رئاسة مجلس النواب لتحديد من هي الكتلة الأكبر بعد أن حصل خلاف بين سائرون وبين كتلة البناء وكل منهما يدعي أنه هو الكتلة. طيب، الأكبر. لذلك كان عليهم منذ البداية أن يحدد من هي الكتلة الأكبر ويذهب إلى موضوع الترشيح. قبول المرشح من الناحية الدستورية الحقيقة، يعني من الناحية الدستورية ومن الناحية القانونية، هو البرلمان، يفترض أنه هو البرلمان من يرفض أو يقبل أو يمنح الثقة لمرشح الكتلة الأكبر، لكن بالتأكيد هنالك ضغوط على السيد رئيس الجمهورية، منها ضغط الشارع العراقي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التحزب وبعيدة عن كونه قد يكون مستلم لمهام منصب ضمن الحقبة السابقة. طيب، إلى آخره من الشروط والمواصفات التي عرضها الشارع العراقي،
وبالمقابل هنالك ضغوط أخرى على السيد رئيس الجمهورية هي التي أوصلت الوضع إلى ما هو عليه. طيب يعني هناك اتهامات من قبل الكتل الكردستانية، دعنا يعني ننتقل إلى موضوع الانتخابات الذي هو ربما متعلق بصلة أو بأخرى. هناك انتقاد من قبل الكتل الكردستانية واتهامات للأحزاب الكبيرة بإيهام الشعب بقانون الانتخابات الجديد، وقالت إنه يصب في مصلحة الأحزاب الكبيرة. برأيك كيف ترى ذلك سليما؟ لو استعرضنا قانون الانتخابات هذا الجديد والذي شرع قبل أيام لنجده الحقيقة هنالك كثير من الفقرات من تحدث عنها بشكل جيد هو الشارع العراقي، يعني كانت مطلبية من الشارع العراقي. أنا يعني بتقديري كقانوني أرى أن قانون الانتخابات الحالي يحقق كثير من مطالب المتظاهرين، يعني كانت هي واحدة من مطالب المتظاهرين أن يتحقق قانون انتخابات يضمن الانتخاب الفردي بعيدا عن التمثيل النسبي أو ما يسمى بسانت ليغو ومعادلات من 1-3-7 إلى آخره، هذه المعادلة التي تسحب الأصوات الخاسرة إلى الكتل الكبيرة. اليوم تحقق مطلب حقيقي باتجاه الإصلاح السياسي، يعني اليوم سنرى بعد إذا حدثت انتخابات سواء كانت انتخابات مبكرة أو انتخابات طبيعية وفق القانون الجديد، أعتقد أنه ستسمح بوصول شخصيات ينتخبها الشارع العراقي مباشرة. هذا واحد. الدوائر الانتخابية الصغيرة والتي يطالب بها المواطن العراقي منذ فترة، باعتبار أن هذه الدوائر الصغيرة البعض يعرف البعض الآخر، بحيث أنه المرشح يكون معروف من قبل المنتخبون، يعني المنتخبون يعرفون عدد من المرشحين من مناطقهم السكنية، وبالتالي وصول شخصية معروفة من قبل من انتخبهم هو هذا المطلوب. أعتقد أن هذا القانون فيه امتياز كبير للمواطن العراقي وكان نقلة. بالتأكيد هو لا يوجد قانون اليوم يرضي كل الأطراف، لذلك قد يكون هنالك من يقبله وهنالك من يعترض عليه لأنه قد يتعارض مع طبيعة مواطنيه. طيب. أو مع طبيعة الكتلة التي يمثلها. طيب يعني وسط الانتقادات لقانون الانتخابات وكذلك تلويح رئيس الجمهورية السيد برهم صالح باستقالته وكذلك الحديث عن الفراغ الدستوري الذي تمر به العملية السياسية، إلى أين نمضي برأيك؟ الحقيقة إذا مضى السيد رئيس الجمهورية باستقالته فبالتأكيد ومما لا شك فيه إذا ما مررت الاستقالة وفق المادة 75، المادة 75 تحدثت عن استقالة رئيس الجمهورية بشكل مفصل. أولا عند تقديم استقالته، طبعا مو هذه الرسالة، هذه الرسالة من الناحية القانونية لا تعتبر استقالة حقيقة ولا يمكن الاعتداد بها قانونا. إذا ما قدم استقالته رسميا، لكن الرجل ترك قصر السلام في بغداد وتوجه إلى السليمانية، ماذا يسمى ذلك سيد فيصل؟ ترك قصر السلام في بغداد وتوجه إلى السليمانية يوم أمس، توجه إلى السليمانية ولم يعرب عن أسباب توجهه. الحقيقة لا علاقة لها بالاستقالة، الاستقالة يجب أن تكون الاستقالة مشروطة بتقديم خطاب موقع ومعنون بعنوان الاستقالة وواضح. أعتقد أن المادة 75 فصلت هذه العملية، هي أن يتولى نائبه مهام منصب الرئيس خلال فترة 30 يوم يتم انتخاب رئيس آخر. في هذه المرحلة لا يوجد نائب لرئيس الجمهورية، سينوب عنه رئيس مجلس النواب. الفقرة ثالثا، نعم، رئيس مجلس النواب هو من يحل محله، وبالتالي هذه الحقيقة
هذا يدفع بالعراق الى طريق اخر. يعني انت الان رئيس مجلس النواب يتولى 3 مناصب مفصليه على راس الرئاسات الثلاثه، رئاسه مجلس النواب، رئاسه الجمهوريه، رئاسه مجلس الوزراء وفق الماده 81. وهذا الحقيقه قد لا يرضى عنه الشارع العراقي، باعتبار انه هو حتى رئيس مجلس النواب عند المطالبه باستقاله رئيس الوزراء في حينه المتظاهرون كانوا يطالبون باستقاله الجميع. طيب كيف يتولى رئاسه 3 مفاصل رئيسيه في الجهاز العراقي، الجهاز السياسي العراقي؟ يعني هذا نعم. هذا موضوع خطير قد لا ترضى عنه، وهنالك مشاكل قد تحصل مع الكتل السياسيه نعم. ايضا لذلك يجب أن ينظر إلى موضوع استقالة رئيس الجمهورية، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة، بالتروي وبالحكمة أيضا وبالوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. اتضحت الفكرة. سيد فيصل ريكان الخبير القانوني، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. اتهمت الكتل الكردستانية الأحزاب الكبيرة بإيهام الشعب بأن قانون الانتخابات الجديد يصب في مصلحة المستقلين، فيما بيّنت أن القانون سيعطي الفرصة للأحزاب نفسها بالفوز بالانتخابات القادمة. النائب هوشيار عبد الله أوضح في بيان له أن الموالين للأحزاب معظمهم سيفوزون في الانتخابات، وذلك من خلال فرض نفوذهم وسطوتهم على الأقضية التي يسيطرون عليها، وفقا لما ينص عليه القانون بأن صاحب الأصوات الأكثر عددا هو الفائز وليس من يحصل على أكثر من 50%. النائب شدد أيضا على أن الأيام ستثبت كيف تم استغلال غضب الشارع لتمرير قانون يخدم الطبقة السياسية. في محافظة ذي قار تباينت آراء المتظاهرين بشأن قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب، حيث اعتبره البعض مكسبا من مكاسب الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح، فيما أبدى البعض الآخر تخوفه من بعض فقرات القانون التي تخدم الكتل السياسية على حد وصفهم. الانتخابات اللي أقر مجلس النواب يوم أمس حققنا به مكاسب. المكسب الأول حتى دماء شهداء ولدنا، شهدائنا ولدنا ما يضيع، وكل تضحياتنا وتعبنا للأشهر الثلاثة الماضية ما يضيع، حققنا به مكاسب، والمكاسب هذه فرضناها فرض. المكسب الأول لما نقول يكون الترشيح فردي، ترشيح فردي وليس بنظام القوائم المفتوحة. هذه النقطة الأولى، احنا قضينا على كل ما الاقطاعيات السياسية اللي صارت بالأشهر بالسنوات الماضية بالانتخابات الماضية. بالنسبة لقانون الانتخابات اللي قبل أمس قرروا، يعني هو ما يلبي ذاك الطموح، بس احنا نقول بداية للتغيير، بداية لانتهاء سيطرة الأحزاب، بداية لنهاء الدكتاتورية المتعددة، مو دكتاتورية واحدة، عندنا دكتاتورية الكتل اللي هيمنت على البلد صار 16 سنة، اللي عادت بالأرض فساد. بخصوص فقرة الانتخاب على الفردي وبالخصوص الحالي اللي انقر، قانون لا بأس به، بس بشرط يعني يعتمد بالدرجة الأساس على وعي الناخب، كل ناخب هو يفرز الشخصية بعيدا عن العشائرية والانتماء والطائفية. بهاي الحالة يكون قانون جيد لا بأس به. انتقد عدد من مواطني محافظة الأنبار بعض فقرات قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه مجلس النواب، فيما أكدوا أن القانون يخدم مصالح الكتل السياسية والأحزاب ولا يصب في صالح الشخصيات المستقلة. المشكلة بالقانون أنه لحد هذه اللحظة ما تم نشره بالكامل حتى الناس تقدر تعرف مساوئه من محاسنه. أنا أقدر أشير النقطتين بهذا القانون لأنه استطعت الحصول عليها وقرأتها. النقطة الأولى هي موضوع الدوائر الانتخابية وشرط الفوز. كان شرط الفوز أنه المرشح يحصل على 51% من أصوات الدائرة الانتخابية، كأن تكون قضاء، هم مزعين الدوائر الانتخابية على القضاء وعدد السكان. أعتقد هذا يعني شرط يصل إلى الإعجاز والمستحيل، بسبب كون أنه أولاً هو قايل 51% من عدد سكان الدوائر الدائرة الانتخابية اللي يحق لهم الترشيح، اللي فوق ال 18 سنة. مستحيل، ما قايل عدد
من عدد المصوتين، إنما من عدد الكل للدائرة الانتخابية، وهذا المستحيل بعينه، لأنه إنه شخص يحصل 51% من عدد سكان القضاء أو الدائرة الانتخابية، هذا المستحيل بعينه. بالنسبة للقانون اللي قرروا عليه البارحة وصوتوا عليه وأجمعوا الآراء اللي صارت النتيجة ناجح نقول عليهم، هاي بالنسبة لنا احنا كشعب مجحف بالنسبة للقانون هذا. أولا راح يصير هي الكتل راح تكثر، بدل ما تصير كانت كتل نقول عليها فد 15 راح يصير فد 50 أو 60 كتلة أو الشخص الواحد، وبالنسبة راح يصير هاي الكتل لصالح المجتمع مالهم هم النيابيين وحدهم. إذا يقول لك هذا القانون يفيدني صوت عليه، ما يفيدني ما لي شغلة بالشعباني. نستقبل الآن المحلل السياسي وائل الحازم من بغداد مباشرة. أهلا بك أستاذ وائل. أستاذ وائل، وسط اللغط الذي يثار حاليا حول استقالة برهم صالح رئيس الجمهورية، إذا مررت هذه الاستقالة فعلا لا يوجد بديل عن السيد برهم صالح، سينوب عنه رئيس مجلس الوزراء محمد الحلبوسي، ألا يعني ذلك أننا أمام مزيد من الفوضى وأمام تصعيد للمشهد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. طبعا استقالة سيادة الرئيس برهم صالح ستزيد من التعقيدات داخل المشهد السياسي. أعتقد السيد الحلبوسي بدأ يعد لسبع أيام فعلا بناء على ما على تغريدته اللي صدرت من عنده من حسابه الخاص، أنه راح يبدي يعد السبع أيام مباشرة من اليوم، وراح يعتبرها استقالة. هي كانت رسالة، لكن سيد الحلبوسي يعني مصر على أنه يعتبرها استقالة، وأنه يبدأ بحسبان سبعة أيام حتى يتخذ بعد السبعة أيام إجراءاته القانونية وإجراءاته البرلمانية. استقالة الرئيس ما عليها تصويت يعني داخل البرلمان، فممكن سيد الحلبوسي يمررها بكل سهولة، وبالتالي ندخل بنفق آخر. احنا كل المشكلة هي صارت بسبب منصب رئيس الوزراء، اليوم راح ندخل بإشكالية ثانية اللي هي منصب رئيس الجمهورية. يعني احنا ما قدرنا نغطي رئيس وزراء بنصف عدد البرلمان زائد واحد، شلون راح نقدر نغطي رئيس جمهورية بثلثين المقاعد بالبرلمان؟ اعتقد الموضوع اليوم يحتاج الى حال والى فالتدبير على قدر يعني من الناس على قدر المسؤولية. يعني السيد الحلبوسي وباقي الكتل السياسية اليوم الموجودة ذهبت باتجاه التشكيك بما فعله السيد رئيس الجمهورية، بدلا من أنه يعني يفهمون موقفه ويحللون ليش تصرفه هذا، ليش بدر من عند هذا التصرف. ورغم أنه رسالة السيد الرئيس كانت رسالة واضحة، كان يعني يشير إلى أنه وصل كتابين من البرلمان، واحد يقول أنه سائرون الكتلة الأكبر، وواحد يقول أنه البناء هي الكتلة الأكبر، فهو ظل الرجل في حيرة، ودي يتعرض لضغوط، ما شفنا فد صوت عاقل يعني ممكن يحاور هذا الموضوع، بل بالعكس شفنا تشكيك وشفنا بيانات. طيب، تشكك بخطوة وائل الرئيس وتشكك بالرئيس نفسه. سيد وائل، وسط احتمالية تمرير محمد الحلبوسي ومجلس النواب لاستقالة السيد برهم صالح، ألا يزيد ذلك من الضغط الواقع على رئيس مجلس النواب بصفته أيضا مطلوب تغييره من قبل الشارع، وكأن الشارع أيضا رأى بأن يعني التلويح باستقالة السيد برهم صالح هو طريق أمام حل البرلمان، خطوة سريعة أمام حل البرلمان والتخلص أيضا من رئيس مجلس النواب؟ أختي العزيزة، هو أصلاً مطالب المتظاهرين هي كانت بإقالة رئيس الوزراء وإقالة رئيس البرلمان، هذه من البداية كانت واضحة، ولكن المتظاهرين يعني بما يملكون من وعي ومن فكر عالي صار عندهم أنه بعد ما استقال رئيس الوزراء صار عندهم أنه أكفت قوانين معلقة داخل البرلمان يجب أن يمضي بها البرلمان، وبعد ما يمضي بها البرلمان ويحققها مثلا قانون الانتخابات وغيره وغيره راح نذهب الى المرحله الثانيه وهي مرحله المطالبه، هذا على لسانهم طبعا، مرحله المطالبه باقاله رئيس البرلمان، لانه رئيس البرلمان هو ايضا من الشخصيات اللي
تقدمت الصورة في بداية الأزمة وأطلق وعود عديدة لم ينفذ منها شيء، ووعد المتظاهرين أنه إذا ما تحققت مطالبهم قال لهم أنزع سترتي وأنزل وياكم، وما حقق كل شيء ولا نزع سترته، وأخذ بصف ثاني غير صف المتظاهرين. فهو أصلا هو المطلب منذ البداية كان مطلب المتظاهرين أنه إقالة الشخصين. اليوم محمد الحلبوسي رجع يصدر نفسه لواجهة الأزمة مع مواجهة الشارع ومواجهة المتظاهرين، في حين أنه السيد الحلبوسي كان ممكن أنه يستخدم الحنكة السياسية ويعني منصبه كرئيس أعلى سلطة تشريعية في أنه يمتص غضب الشارع وأنه يصلح المشكلة اللي احنا رايحين لها. احنا دائما القادة السياسيين يحذرونا من المجهول، لكن من نصفا على تصرفاتهم هم اللي مودينا للمجهول، هم اللي رايحين للمجهول. يعني مشكلة السيد برهم صالح ومشكلة الشعب ومشكلة الشارع والمتظاهرين كلها اختي العزيزة اليوم تكمل في انه الشعب يريد شخص مستقل يقود البلد لفترة مؤقتة. راحت الكتل السياسية ومن ضمنها السيد الحلبوسي إلى ترشيح السيد محمد الشياع، ثم السيد قصي السهيل، ثم السيد أسعد العيداني، وكأنما مطالب المتظاهرين اليوم دا تنقش على الماء، على سطح الماء، ما حد يقرأها، ما حد يفهمها. وهذا المتظاهر بعد هذه الفترة، بعد فترة الثمانين والخمسة وثمانين يوم من التعب ومن الإرهاق ومن البرد ومن الحر ومن الدم من الشهداء اللي قدمه هذا الشعب في سبيل إصلاح العملية السياسية، المفروض اليوم يكون عندنا سياسيين على قدر المسؤولية لتصحيح المسار بدل الذهاب للتأزيم، ولكنهم اجتمعوا على أن يمضون بالموضوع لناحية التأزيم ومواجهة مطالب الشعب بترشيحهم شخصيات سياسية حزبية كانت مشاركة. يعني كل اللي راد الشعب هم دا يسعون على طرح عكسه، في حين أنه الموضوع كان ممكن يحل بطرح شخصية وطنية مستقلة. هسه من داخل كتلهم من خارج كتلهم، مو هذا موضوع الشعب. الشعب ما له دخل بيهم أختي العزيزة. هذا يعني هم من طلبوا مرشحين من الساحة، الساحة رفضت، قالوا احنا عندنا مواصفات، هذه المواصفات أخذوا بيها وأنتوا قدموا لنا شخصيات ضمن مواصفاتنا، هذا كل اللي نريده. اليوم اصرارهم كله بانه يجيبون شخصيات حزبيه، الشعب ما له دخل بيهم. هذه الامور كلها سياسيه، المشاكل اللي بيناتهم ما مسؤول عنها الشعب. نعم، يبدو ان هناك ازمه ثقه ما بين الشارع والطبقه السياسيه كانت واضحه منذ اليوم الاول في التظاهرات. ماذا عن قانون الانتخابات الجديد؟ وايضا هناك اختلاف حول هذا القانون، هناك من يرى ان هذا القانون هو تحقيق لمطالب الشارع، وهناك من يرى فئه اخرى ترى انه يعني مزيدا من المصالح للكتل السياسيه الكبيره على حساب الاقليات او الاحزاب الصغيره، ما رايك بذلك؟ لا عزيزتي، هو احنا ذا نجي للواقع، الواقع يقول انه ماكو قانون ينصف الجميع، مستحيل. ولكن اليوم احنا من نقول انه هذه المظاهرات يجب ان تكون بمسارات ما تضيع دم الشهداء. نجي نقارن قانون الانتخابات اللي صدر مؤخرا بقانون ال 1.9 اللي كانوا معدي له سانت ليغو، نجد أنه هذا القانون الجديد أفضل من ذاك بنسبة 80%، لكنه ليس قانون نموذجي، ما راح يرضي كل الأطراف. ولكن هذا نتيجة، يعني احنا ما نقدر نصعد الدرج بشبخة واحدة، قلت أهلنا نصعد باية احنا هسه صعدنا 8 بايات. هذا القانون هو قانون يعني حقق طفرة نوعية بعملية انتخابية كلنا اليوم دا ننتظرها ودا نترقبها في سبيل تغيير الواقع السياسي وإنصاف الشعب، وعلى الأقل نقول الشهداء اللي سقطوا نتيجة هذه التظاهرات ممكن أنه يرقدون بسلام. نعم، بعد تحقيق هذا القانون. ولكن يا أختي العزيزة، احنا عندنا نقطتين مهمة غير موضوع باختصار لو سمحت سيد وائل. النقطة الأولى هو الإشراف على العملية الانتخابية، الإشراف حتى نضمن أنه تكون عملية انتخابية نزيهة خالية من التزوير. والنقطة الثانية هي الاعتماد على الوعي اللي صار حديثا بالشارع،
فانتخاب هذه الانتخابات الجاية بهذا قانونها، كل ما زادت نسبة المشاركة بها كل ما قل موضوع التزوير. نعم، المحلل السياسي الأستاذ وائل الحازم كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. تجددت التظاهرات والتي شهدتها ساحات التظاهر رفضا لترشيح شخصيات من الطبقة السياسية. وقال المتظاهرون إن الزيادة العددية التي تشهدها ساحة التظاهر في بغداد ومحافظات الجنوب جاءت احتجاجا على ترشيح شخصيات من العملية السياسية الحالية. وأكدوا أن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أصبحت هي المطالب بعد استقالة الحكومة، معلنين براءتهم من أي مرشح طرح في الوقت السابق. في مركز محافظة البصرة تظاهر المئات تنديدا بما وصفوه بالتسويف الذي تمارسه الحكومة ضدهم. وأكد المتظاهرون أن مطالبهم تتضمن حل البرلمان وإجراء انتخابات بإشراف أممي دون تدخل الأحزاب، وأشاروا إلى أن عامل الوقت لا ينفع بتسويف المطالب، مبينين أنهم مستمرون بالتظاهر حتى تحقيقها. قطع محتجون الطرق الرابطة بين ناحيتي صفوان ومقصر، ما أدى إلى توقف العشرات من صهاريج النفط. وأكد المحتجون أن استفزازهم بترشيح شخصيات حزبية سيواجهونه بتصعيد التظاهرات، مؤكدين على تحقيق المطالب جميعها دون استثناء. هذا وتشهد طرق رئيسية في المحافظة قطعا بين الفينة والأخرى. في سياق آخر، ثمنت لجنة الأمن والدفاع النيابية جهود رئيس تحالف المحور الوطني الشيخ خميس الخنجر في إلغاء الموافقات الأمنية للمحافظات المحررة، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع الجهات المتخصصة. وأوضح عضو اللجنة الأمنية وزير الدفاع السابق خالد العبيدي أن الدعوة التي وجهها الخنجر لمجلس الأمن الوطني قطفت ثمارها، ومثلت اللبنة الأساسية لإعادة الثقة بين مواطني تلك المحافظات والدولة، واصفا المحافظات المحررة بالمعسكر الكبير قبل إلغاء الموافقات الأمنية. فيصل العيساوي إلى ذلك أكد النائب أن قرار إلغاء التصريحات والتدقيق الأمني أنهى القيود التي كانت مفروضة على سكان المحافظات المحررة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيسهم بعودة النازحين إلى مناطقهم. لا توجد أي قيود إضافية لا في السيطرات ولا في الدوائر ولا في المؤسسات ولا في النشاطات، وهذا حقيقة ما كنا نأمل أن يصدر بشكل أبكر، لكن الحمد لله أنه صدر هذا اليوم، ونأمل أنه تظهر أو تصدر معه تعليمات واضحة توجه إلى جميع المؤسسات والدوائر الأمنية والخدمية والعسكرية والإدارية لضرورة التعاطي مع هذا القرار بشكل إيجابي وشكل سلس، ولا تكون هناك عراقيل أو تعقيدات، سواء الذين رفعت لهم معاملات تدقيق في المؤسسات باعتبار هذه المعاملات قد ألغي الغرض منها الآن، وينبغي على الدوائر جميعا أن تتعامل مع المواطن على أنه مواطن بريء لا يحتاج إلى ما يثبت براءته. حتى هذه اللحظة ينضم إلينا مراسلنا من بغداد علي عبد الكريم. مرحبا بك علي، حدثنا عن أبرز المستجدات لديك في بغداد في ساحة التحرير في المناطق التي تشهد مظاهرات. مرحبا بك جميلي وبكل مشاهدين قناة الفلوجة الفضائية. اليوم الأعداد هنا كبيرة أكثر من الأيام السابقة. هذا الموضوع دفع إلى أن المتظاهرين الموجودين هنا والمعتصمين للخروج من الساحة، حيث خرجوا من الساحة نحو ساحة كهرمانة وأيضا نحو كرادة داخل وأيضا على شارع أبو نواس، وهم يحملون لافتات تندد بهتافات تندد بالكتل السياسية التي أصرت على رئيس الجمهورية باختيار مرشحهم هم. للحديث عن هذا الموضوع سنتحدث مع المتظاهرين اللي موجودين ويانا هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حدثنا أستاذ اليوم ضغوطات
سياسية كبيرة على رئيس الجمهورية، دفع ذلك به لتنظيم الاستقالة، شلون نظرتوا لهذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، صدق الله العلي العظيم. نشكر قناة الفلوجة لتغطيتها ساحة التحرير من المتظاهرين السلميين. أستاذ واجب نحكي لنا على الموضوع الأساسي. الله يحفظك. احنا لا نخفي على المشاهدين الكرام بأن هذه المسرحية أطالت 16 عام على الشعب العراقي من أفكار سياسية مخلة بالشرف اتخذوها وخربوا الطاولة السياسية. هنالك من المعيب أن يكون أحدا في العراق أن يقول أنا سياسي، مباشرة يتهيأ إلى المواطن الشريف السلمي أنه فاسد. نحن لا نضرب الطبقة السياسية، وإنما ضربت من قبلهم سياسي بدأ بالتسقيط بسياسي، وأعمالهم الأخيرة التي قدمت ضد المتظاهرين السلميين بضرب المتظاهرين بالقناص في بادئ الأمر وبمسيل الدموع والدخانيات والمطاط واستخدام أنواع الأساليب وأنواع المشاهد ضد المتظاهرين من استخدام السكاكين والأحزاب. لكن الدور الأخير هو إذا كان هو دور حقيقي للدكتور صالح فهو هذا الدور الأخير هو دور مشرف، لكن لا يترك رئاسة الجمهورية لكي لا تكون هنالك محاصصة حزبية وارجعنا إلى الميليشيات والقائمين في خراب البلد. تمام، شكرا جزيلا. ايضا استقالة رئيس الجمهورية كان هناك بعض الجدل بين المتظاهرين انفسهم، حيث يعتبرها البعض انها لعبة لكسب الشارع السياسي، والاخر يعتبرها بطولة للوقوف مع المتظاهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون شفت موضوع الاستقالة؟ والله موضوع الاستقالة هي نشير له بالبنان، يعني حقيقة هو حنكة سياسية. اللي هو احنا لا نخفي انه ما نخفي علينا انه هي هنا كان هناك خلاف سياسي في البيت السياسي العراقي، نعم، واجاد فيه السيد رئيس جمهورية العراق. اللي نريد نقوله احنا نشكر موقفك منا انا من ساحة التحرير كمتظاهرين كمعتصمين، وكرر كمعتصمين، احنا ما زلنا معتصمين، احنا نثني على موقفك، لكن اللي نريده ان لا تترك هذا الفراغ اللي احنا بيه، انه تتراجع عن استقالتك، كفيت ووفيت، ممتاز. احنا شو نريد منك؟ احنا راح نقدم لك نصيحه من نانا، من نصيحه يعني كخارطه الطريق احنا نعطيك اياها. احنا مو وحدنا طبعا، احنا عندنا تجمع خاص لنا، واحنا كانتفاضه شجعان بامر من العراق، احنا منضوين مع مجموعه من الاكاديميين والشباب المحترمين بصوت من التحرير. نريد نقول نقدم لك احنا خارطة الطريق. خارطة الطريق كالآتي، انه انت كلف نفسك برئاسة الوزراء، كلف نفسك وانت شكل رئيس الجمهورية هو يشكل حكومة، بما انه صارت عندك شكلها هي 6 شهور وخلصنا من الموضوع. اذا انت صارت ثقة بيك الشعب أمن بك هسه حاليا وثق بيك، شكلنا اياها شكلها. شكرا جزيلا. وخلي اكمل لك واللي نريده منك انه احنا نكون كرقابيين، يتوظفنا احنا كرقابيين كمتظاهرين يكون رقابيين وبلجان بالنسبه للاكاديميين، كلجان اكاديميين كمراقبين، كلجان مراقبه ومتابعه لمجريات الانتخابات الانتقاليه. هذا اللي نريده. اما بالنسبه للشباب اللي ما يكون شهادات اللي موجودين بساحات التظاهرات انه توظفهم، يتوظفون، هاي خارطه طريق حقيقيه يعني حتى يشتغل الكل، تشتغل كل تامن انه بالانتخابات القادمه يتوظفون بالمفوضيه الانتخابات كمراقبين، يتعينون اللي ما يكون شهادات. اما اللي يكون شهادات وعندهم وظائف، المتظاهرين والمعتصمين اللي مطالبين بحقوق الشعب هن حقوق واضحه. احنا حتى نروح الانتخابات وصناديق هي معركتنا، احنا نريد هذه، احنا نريدها منك من رجوليتك، نريدها منك انه احنا نكون كمراقبين ببلاش. بلاش احنا ما نريد انا اكبر من المتظاهرين. السلام عليكم.
السلام عبد الله. اليوم اكو جدل حول استقالة السيد برهم صالح، شلون نظرتوا له انتم هنا متواجدين داخل ساحة التحرير؟ احنا نريد الكتلة الأكبر هي الشعب العراقي، مو كتلة البناء، كتلة البناء تحترم قرار الشعب العراقي. لا يقولون احنا المرجعية قابلة بينا، المرجعية رافضتهم جملة وتفصيلة، السيد مقتدى الصدر رافضهم، الشعب رافضهم. الكتلة الأكبر هي المظاهرات، الكتلة الأكبر هو الشعب العراقي، الشعب العراقي هو من يقرر رئيس الوزراء، لا كتلة البناء ولا العيداني ولا السهيل ولا أي واحد من هذول، وكلهم رافضيهم، وجود جديدة أري. شكرا جزيلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور وين؟ تفضل حبيبي. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناتكم الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناتكم الكريمة. طبعا أنا ليس طائفيا، ولكن كثير من القنوات الشيعية لن تحضر هنا، وبالضد من المتظاهرين. حدثنا عن موضوع استقالة السيد برهم صالح، شلون شفتوا كمتظاهرين؟ نحن كمتظاهرين من ساحة الأحرار الأبطال وقلعة الثوار نقدم الشكر والتقدير والاحترام إلى الدكتور، ولكن نتمنى أن يسير بالعملية ولن يقدم الاستقالة حتى تكون حكومة جيدة تسير باتجاهها الصحيح إلى كل العراقيين، وإن شاء الله يكون النصر قريب بإذن الله. تمام، شكرا جزيلا حبيب. نعم مشاهدينا الكرام، رغم الأمطار الذي حدثت اليوم متقطعة كانت، إلا أن المظاهرات لا تزال مستمرة، ورغم عمليات الخطف والاغتيال، حيث يوم أمس سجلت حالتين من الاغتيال لناشطين متواجدين داخل ساحة التحرير، وهو خالد الساعدي والحر محمد علي. نعم جميل، اتضحت الصورة علي، شكرا لك. مراسلنا من بغداد علي عبد الكريم، شكرا لك. الأخبار مستمرة. منذ أكثر من شهر ومحافظة ذي قار بلا حكومة محلية، ذلك بعد حرق مجلس المحافظة واستقالة المحافظ ونائبه الأول، إلا أن مواطنيها أكدوا عدم شعورهم بغياب الحكومة. التفاصيل في هذا التقرير. من أجل هذه التعليمات اسمه ما طلع. لم يشهد مجلس ذي قار سكونا مثل اليوم، إذ تحولت هذه البناية بعد حرقها إلى مدرسة، وغاب عن أروقتها الصراع السياسي منذ أكثر من شهر. ذي قار وللمرة الأولى تشهد غياباً تاماً للسلطة التشريعية، بالإضافة إلى المحافظ ونائبه الأول، في وقت تشهد فيه المحافظة حراكاً احتجاجياً هو الأقوى بعد عام 2003. بالنسبة للمجلس محافظة، يعني احنا هسه جاي بالوقت الحالي ما محتاجين محافظة ذي قار، شفت انت منحترق مجلس محافظة صار له بالشهرين تقريباً، والأوضاع جاي تمشي طبيعية ومستمرة وماكو أي إشكالات بهذا الوضع، بس يعني ما محتاجين. وإحنا أول شيء من بداية التظاهرات طالبنا بإلغاء مجلس محافظة تقريبا شهرين، أن انتهت الحكومة المحلية تقريبا شبه من حلها، يعني ماكو أي داعي للحكومة اللي فاتت. يعني الشباب اللي قايمين بالحركة الحالية بالمحافظة نشوف أن شبابنا من جانب التنظيف، من جانب الأمور الإدارية والسياسية بالمحافظة، يعني اللي صار نريد نوصله للحكومة أن الحكومة اللي فاتت كل شيء ما فايدة الشعب. ولم يشكل غياب السلطة التشريعية والتنفيذية أي حاجز أو عقبة في تقديم الخدمات بحسب مراقبين، فيما يطالب آخرون بضرورة وجود هذه الحلقات الرسمية التي تشكل ارتباطا بين المحافظة والحكومة المركزية. انغلاق الحكومة المحلية بعد حرق مجلس المحافظة والمحافظة واستقالة الحكومة المحلية برمتها من المحافظ ونائبه الأول وتجميد مجلس المحافظة أدى إلى أنه الأمور تمشي بتسير بمجال جيد خلال هذه الشهرين. ويختلف مراقبون في ذي قار على قدرة الدوائر الحكومية على تقديم الخدمات في ظل غياب السلطة التنفيذية عن المحافظة. من ذي قار سعد الركابي، قناة الفلوجة الفضائية. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا أكثر من ربع مليون مدني ينزحون هربا من القصف المتواصل على إدلب، الطيران الروسي والنظام يدمران المحافظة.
حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا وإيران والنظام السوري من قتل المدنيين في محافظة إدلب. قال ترامب إن قوات روسيا والنظام وإيران تقتل الآلاف من المدنيين الأبرياء في محافظة إدلب، في حين أشاد بجهود تركيا التي تعمل جاهدة لإيقاف هذه المذبحة. يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات النظام وحليفته روسيا القصف على أهداف في إدلب آخر جيب كبير يخضع لسيطرة المعارضة في سوريا. نزح أكثر من 235 ألف شخص خلال نحو أسبوعين جراء التصعيد العسكري الأخير في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، ذلك وفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة، ذلك تزامنا مع تكثيف قوات النظام وحليفته روسيا وتيرة غاراتهما على المنطقة. وأورد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان أن هؤلاء نزحوا في الفترة الممتدة بين 12 و25 من كانون الأول، وكثيرون منهم فروا من منطقة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي التي باتت اليوم شبه خالية من السكان. أزمة نزوح جديدة تعصف بالسوريين إثر شن قوات النظام والطيران الروسي مئات الغارات الجوية على مدن وبلدات محافظة إدلب التي استقبلت فيما مضى ملايين النازحين الفارين من سيطرة قوات النظام السوري بسبب الجرائم التي ترتكبها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. ٣٠٠ غارة جوية روسية وأخرى تابعة للنظام السوري أحصتها مراكز رصد المعارضة السورية على مدن وبلدات معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، كانت كافية لقتل العشرات من المدنيين ونزوح وتشريد الآلاف وسط العراء والبرد القارس. وجايين بدنا نسكن، ما لقينا بيوت، عرفت علي شلون؟ وهاي اغراضنا محملة، بدنا نسكن في القبو، بدنا نسكن في خيام، ليك على الخيام هاي، عرفت علي شلون؟ ايه والوضع مأساوي، ولحد الان ما حد اجى لعنا وقال اشو لازمكم واش بدكم، عرفت علي شلون؟ صرنا 3 أيام تقريبا. مع السقوط السريع للمدن والبلدات في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، تدفق الآلاف من المدنيين الهاربين من القصف وقذائف المدافع نحو المناطق الأكثر أمناً، ويخشى الأهالي انتقام النظام وارتكاب إعدامات ميدانية دابت قواته على القيام بها في كل منطقة تسيطر عليها. وطأوا حق المصحف أول ليلة الإجينا نمنع الأرض، ما عنا تياب نتغطى فيها، إحرامات شيء ما عنا غير رحمة الله، تياب نلبس ما عنا. قبل تدفق هذه الموجة الهائلة من النازحين في الأيام الماضية، يكابد آلاف المدنيين ألم الفراق وقسوة الطقس البارد في العراء، إذ يقدر عدد النازحين في مخيمات الشمال السوري بأكثر من 1,000,000 نسمة. إلى هنا نصل إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا. البناء يتهم رئيس الجمهورية بخرق الدستور، والبرلمان يؤكد أسبوع أمامه لسحب الاستقالة. الكتل الكردستانية تتهم الأحزاب الكبيرة بإيهام الشعب وتطالب بتعديل قانون الانتخابات. زخم التظاهرات في بغداد يتجدد، وقطع للطرق في مدن الجنوب مع استمرار الإضراب. لجنة الأمن والدفاع تثمن جهود الخنجر في إلغاء التصاريح الأمنية للمحافظات المحررة.
مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، ودائما كالعادة للمزيد زوروا الفلوجة دوت تي في وأيضا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، في أمان الله. We'll be right back.